الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم المعاد. بعد، فإن أولادكم أكبادكم تمشي على الأرض، وأنفسكم الباقية من بعدكم، وكل فائت فيك خلفه في ولدك، لأنهم أنتم، وهم سيصبحون على أيام امتحانهم واختبارهم، فاجتهدوا في القيام عليهم بما يصلحهم، أولاً بتعليمهم حسن التوكل على الله والاستعانة به، وأخبروهم أن التوفيق بيده وحده لا شريك له، وأعلموهم أن من حفظ الله حفظه، وأن من عرف الله في رخائه عرفه ربه في شدته، وحفظوهم وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ثم ببذل الأسباب التي ينفع معها حسن التوكل. قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، وذلك بمراجعة ودرس. وحافظوا عليهم عباد الله في هذه الأيام من أصحاب السوء أن يتخطفوه من دونكم، وادعوا لهم فإن دعاءكم يحيط بهم من ورائهم. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما يرحمه به الأولون. صل اللهم عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك اللهم عليه وعلى آله كما باركت على إبراهيم وآله، وسلم تسليما مزيدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم من الخير وتعينهم عليه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ولدًا لنا وللمسلمين إلا أصلحته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا بيتًا لنا وللمؤمنين إلا رحمته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مكروبًا إلا نفست عنه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أبناءنا في امتحانهم، وأحسن عاقبتهم فيها، ووفقهم في الدنيا والآخرة، وأدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا.